عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. انا احمد محمد الساعي، طالب في الفرقه الثالثه كليه الطب البشري بكليه النهضه بدوله السودان، ومسؤول التعليم الطبي بكليه النهضه بدوله السودان كمان، وعضو برلمان شباب مصر. طبعا كلكم عارفين الحاجات والاضطرابات الحاصله بسبب الظروف اللي مرت بها السودان في الفتره الاخيره، وجهود الدوله المصريه علشان تعمل اجلاء للطلاب المصريين والجاليه المصريه. طبعا احنا عددنا كطلاب مصريين اخر مره كان عندنا اجتماع قبل شهر رمضان لما كنا في السودان مع سفير جمهوريه مصر العربيه الدكتور هاني صلاح، كنا بنتكلم ان عدد الطلاب المصريين هناك يزيد عن 20,000 طالب مصري، وطبعا الاحصائيه الصحيحه عند وزاره التعليم العالي لدوله السودان غير الجاليه المصريه. لما المشكله حصلت في شهر رمضان كان عدد الطلاب المتواجدين اقل من كده طبعا، لانهم نزلوا علشان العيد وشهر رمضان وكده، فكان العدد حوالي 5,000 بالاضافه ل 5,000 تانيين من الجاليه المصريه هناك. ده طبعا ما صرحت به وزاره الهجره عبر صفحتها الرسميه. حتى امس يوم الجمعه مصر قدرت ترجع 6,399 مواطن مصري من الجالية المصرية الموجودين هناك طبعا، ويسرت دخول أكثر من 16,000 مواطن غير مصري لداخل مصر بسبب الظروف طبعا اللي بتمر بها البلاد هناك. أنا طبعا في تواصل دايم مع أصحابي وأصدقائي هناك، الوضع هناك صراحة صعب جدا، مفيش أكل مفيش شرب، الكهرباء بتقطع، كمان الفلوس خلصت من الناس هناك. احنا طبعا مقدرين الدور اللي الدوله المصريه بتقوم بيه علشان تجلي الطلاب بقدر يعني في اقصى وقت ممكن، غير كده الدور اللي هم بتقوم بيه الدوله علشان تحافظ على مستقبلنا التعليمي. النهارده ان شاء الله في انتظار وزير التعليم العالي ان هو يصدر قرار ان شاء الله اللي احنا ندرس في الجامعات الاهليه والخاصه، وحسب ما صرحوا بيه في الاجتماع معاهم يوم الاربعاء مع الدكتور محمد حلمي الغر، ده كان طبعا اجتماع يسرته لينا اتحاد المصريين بالخارج. تمام، كان صرح في الاجتماع وقال انه ان شاء الله اللي احنا هنرجع ندرس هنا طبعا في الجامعات الاهليه والخاصه، هيشيلوا الحد الادنى، هيسروا لنا كل حاجه، هينسقوا لنا بحيث ان احنا نقدر ندرس هنا في دولتنا. طبعا احنا كنا بندرس في السودان، احنا كنا بندفع في السنه حضرتك يعني 6,000 دولار، في الوقت ان زمايلنا الطلاب السودانيين بيدفعوا هنا 600 دولار، فدي دي رقم طبعا صعب، اللي هو طبعا كنا بناخد الفلوس وندرس والدراسه وكده، فدي اعتقد حاجه ممكن تفيد برضو الاقتصاد المصري. طبعا حابب في النهايه اشكر الدوله المصريه لكل جهودها والدبلوماسيه المصريه على حكمتها والاهالي، وان شاء الله كله خير والدوله مش ناسي حد، وان شاء الله الامور بتاعتنا هتكون تمام، وشكرا لكم.